ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض قراءة برج العذراء شهر يونيو، وبرج العذراء بيبدأ من 23 أغسطس لحد 22 سبتمبر. يلا نبدأ نشوف برج العذراء على جميع الأصعدة، ونشوف برج العذراء هيقول لنا ايه الشهر ده على نشوف الطاقة بتاعتك، ونشوف العاطفة، ونشوف العمل، ونشوف الصحة. ويلا نبدأ يا برج العذراء. بسم الله. برج العذراء، نبدأ بطاقة العمل. عندنا فارس العملات، وطاقة العمل فيها إن شاء الله طاقة إيجابية الشهر ده، و في فلوس جايالك، حاجة ما كنتش منتظرها هتجيلك يا برج العذراء. ممكن تكون فلوس دي ناتجة عن عمل مع حد، شراكة، مبلغ كده ما انتش متوقعه هيجيلك على فجأة. عندك ربح من مشروع او مكافأة زيادة مثلا طلعلك من الشغل بتاعك، وعندك الفلوس كمان فيها وفرة، يعني الفلوس او المبلغ اللي جايلك هيكون فيه وفرة يا برج العذراء. ولكن في عندك تقسيمة مثلا، وليكن ان انت هتقسم الفلوس دي في جزء، يعني ممكن يكون جزء هتوديه لحد، جزء هتجيب بيه حاجة انت كنت عايز تجيبها، في حاجة انت عايز تعملها بالمبلغ المالي ده اللي هيجيلك. بالنسبة لطاقة العمل، فانا شايفة ان طاقة العمل كويسة الشهر ده، و في عندك ممكن نقول ترقية او مكان جديد او حاجة جديدة في الشغل انت كنت منتظرها وهتاخدها ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف الصحة لبرج العذراء. لو كنت تعبان او في كان عندك مشكلة صحية، فانا شايفة ان شاء الله هتبقى كويس. البعض منكم صحيا عنده مثلا مشاكل في القلب او الضغط، ولكن ان شاء الله الامور الصحية عندك يا برج العذراء هتتحسن، وهيكون في عندك انفراجات على الجانب المالي والجانب المهني والصحي ان شاء الله يا برج العذراء. تعالى يا برج العذراء ندخل في الجزء العاطفي ونشوف حياتك العاطفية فيها ايه. خليني اقول لك الابراج، عندك دلو، حوت، اسد، عذراء. طيب على ما يبدو ان الحالة العاطفية لبرج العذراء كان فيها نقاش حاد، وكان فيها نوع من خلينا اقول مثلا ان الشريك حب مثلا انه يأيدك في العلاقة دي او يفرض عليك شروط معينة، فانت الكلام او الشروط اللي اتقالت لك حسستك بالتأييد في العلاقة، وحصل بينكم مشاداة كلامية، وانت كنت في موضع الدفاع عن النفس يا برج العذراء. خليني اقول لكم ان القراءة عكسية، ممكن انت اللي تكون عملت فيه كده وهو اللي عمل فيك كده، فكل واحد ياخد القراءة اللي تنطبق عليه. ولكن في الاخر انت بتقول او بتوضح وجهة نظرك يا برج العذراء. البعض منكم حصل في خيانة في العاطفة عنده،
في انفصال للبعض، والانفصال اللي حصل ده كان نتيجته وجود طرف ثالث يا برج العذراء، كان في طرف ثالث في الموضوع، وهو السبب في ان انت والشريك يعني حصل بينكم مشكلة، وفي البعض منكم غادر العلاقة دي ومشي وقال خلاص انا مش هستمر، في البعض منكم اكتشف الحقيقة دي انه في طرف ثالث و مشي ما كملش، وفي البعض حس انه في غدر بس مش متأكد هل في طرف ثالث ولا لا، ولكن في الاول وفي الاخر انت منتصر وفي نجاح عندك وفي حاجة انت هتحصل عليها، في يعني امر ما انت اكتشفته في العاطفة يا برج العذراء، ولكن انت منتصر برضو في الاخر. طب خليني اشوف حاجة تاني كده، يعني نشوف كارت تاني كده للعاطفة. وقع لك الله ذا ويل اوف فورشن، في البعض منكم علاقته كدارية، زود عندك كمان في الابراج التور و الاسد، في البعض منكم علاقته كدارية، واذا كنتوا فاكرين ان العلاقة انتهت للناس اللي قالوا ان علاقتنا انتهت فلا، العلاقة لسه ما انتهتش، وفي منكم ليه علاقة قدرية ومكملة، واذا كان الشريك ده يعني في الوقت الحالي مثلا مش موجود او مغادر حياتك يعني، ولكنه ان شاء الله راجع. الورقة دي ايجابية جدا لما بتنزل، ذا ويل اوف فورتشن عجلة الحظ، بتغير مفهوم اي قراءة سلبية. احب اقول لكم ان في علاقات كتير راجعة، وفي نجاح في العلاقات اللي هي تكون مكملة، وفي حاجة انت هتكتشفها وفي حاجة انت هتحصل عليها ان شاء الله يا برج العذراء. طيب برج العذراء تعالى نشوف كروت العاطفة. بص يا برج العذراء قبل ما ندخل كروت العاطفة، بص الطاقة بتاعتك، ما تبصش للكوباية الجزء الفاضي من الكوباية بتاعتك، بص للجزء المليان، وبطل تفكير، بطل تفكير وندم على الماضي، حاول ان انت تركز في اللي جاي، لان ان شاء الله اللي جاي كله خير وعندك انفراجة عاطفية بإذن الله يا برج العذراء. طيب تعالوا نشوف الكروت بتاعت الملايكة هتقول ايه لبرج العذراء شهر يونيو. نشوف كروت الملايكة تقول لنا ايه. وقعت لك هي اول ورقة هنا الثراست، تاني ورقة helpful people، تالت ورقة choose a new direction. طيب trust، خلي عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وخلي عندك ثقة في نفسك يا برج العذراء، ان الامور ان شاء الله هتتصلح، امورك هتتصلح وهتحصل على اللي انت عايز عليه، يعني اللي انت عايز توصل له ان شاء الله هتوصل له باذن الله يا برج العذراء. الحاجة التانية helpful people، اطلب المساعدة من الاخرين، يعني لو في حد عرض عليك مساعدة في موضوع ما، سواء بقى في العاطفة او في الشغل او في المال او في حاجة، او انت حابب تستشير حد في حاجة في دماغك، ممكن تستشير فيها اصحاب المشورة. وكمان بيقول لك choose a new direction، اختار اتجاه جديد، يعني بص للحياة بطريقة جديدة، حاول ان انت تخرج من الجانب اليائس بتاعك، حاول تخرج من فكرة ان انت حد مقيد او متربط، لان انت حاسس من انت مقيد او في حاجة مأيداك وربطاك يا برج العذراء، حاول ان انت تخرج من الدايرة دي، حاول تبص للجزء اللي انت كسبته، ما تبصش للجزء اللي انت يعني خسرته، بص للحقيقة حواليك، بص للدنيا بمنظور
جديد وبمنظور متفائل. امسك في الحاجة الحلوة تمسك فيك يا برج العذراء، وان شاء الله اذا كنت يعني في مشكلة او في ضيق فده كله ان شاء الله عندك هينتهي، وشهر 6 ان شاء الله يكون شهر خير وتغيير وتجديد عليك يا برج العذراء. ودي كانت قراءتنا النهاردة، لو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في قراءة جديدة يا برج العذراء.